للمرة الأولى وفي العلن يتم الكشف عن تصاميم ملعب كرة القدم الذي يعتزم النجم الإنجليزي السابق دافيد بيكام بناءه للنادي الذي أعلن عن تأسيسه منذ أسابيع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية. ملعب تبلغ سعة مدرجاته 25,000 شخص، وسيتم تشييد الملعب في منطقة معروفة باسم بورت ميامي، وهي الميناء الذي ترسو به أشهر سفينة سياحية في العالم. المشروع تعترضه بعض العقبات، أولها أن الخطط طويلة الأجل للميناء التجاري والسياحي لا تتضمن أبدا إمكانية وجود ملعب رياضي. أردت إنشاء فريق أبدأ معه من الصفر. أعرف أن هناك فريقا في المدينة منذ 10 سنوات ولكنه غير معروف. أنا أردت أن أنشئ فريقا يكون منتميا لي بشكل شخصي. كل الأشياء التي فعلتها في مسيرتي كانت بشكل شخصي، وكل القرارات التي اتخذتها كانت بشكل شخصي أيضا، كما هو الحال مع هذا الفريق الذي أريده أن يكون خالصا لي. بيكام ومجموعته لا يبحثون عن التمويل العام، ولكنهم قد يضطرون إليه حتى بشكل غير مباشر، لأن الكلفة النهائية يتوقع أن تصل إلى 200 مليون دولار.